في الفيديو ده هنشوف الاتاتشمنت دي، وهي الحالة الرابعة اللي هي ان انا ما بقدرش read, write or speak basic English، مش قادر اتكلم ولا اقرا ولا اكتب الانجليش البسيط. هنا مين بقى اللي يقدروا يعملوا كده؟ مين الاكسبشن للكيس دي؟ ان هو يبقى فوق 50 سنة او 55 سنة او 65 سنة. 65 سنة مش مكتوبة هنا، بس مكتوبة هنا هنشوفها في الجايد ده. او ان هو عنده disability. لو عنده disability ده لازم يعمل الفورم اللي هي medical certification for disability exceptions، هو كتب هنا اسمها form N648. مين ال certain people اللي هم يقدروا ياخدوا ال exception بتاعت ال 50 وال 55 وال 65 years old؟ هنروح شرحها بالتفصيل كده page 26 و 27، هنفتحهم في الجايد. ادي الجايد هنا انا فاتحه صفحة 26، مديني هنا ال age. There are three important exceptions. يكون سنه 50 سنة بس بقاله عاش في امريكا اكتر من 20 سنة as a permanent resident. لو 55 هنا يبقى as a permanent resident for periods totaling at least 15 years، يكون 15 سنة منهم مقيم في أمريكا. أو اللي هي دي 65 سنة تكون عاش 20 سنة total خلال الفترة دي. ولو 20 سنة هنا، لو هو 65 سنة هنا بيقول لي إيه؟ أقدر كمان أخد، لو هو في أي كيس من الثلاثة دول، أقدر أخد الـ civic test ده في الـ language of your choice، يعني لو عربي لو أي لغة تانية أقدر أعمله. وهو حاطط لي هنا بيقول لي إن أنا روحت على الويب سايت بتاع الـ USCIS ده في الـ 100 civic test questions. عشان إن أنا أخد الـ disability في الحالة دي أهو، if you have a physical or developmental disability or a mental impairment، في الحالة دي لازم الدكتور بتاعي يعمل لي الفورم اللي هي N648. ولو أنا متابع مع الدكتور هيقدر يديني معلومات أكتر عن الفورم دي وإزاي أملاها.